بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا زدنا ولا تنقصنا من رضوانك، نحن في حاجة إلى عطاءاتك، أولها عطاءات روحية صافية وعطاءات عقلية منيرة ومستنيرة وعطاءات حلائقية فيها خيرنا وخير غيرنا، حتى محيطهم كله ونظرهم كله يستفيد من عطاءاتك بكلياتها. فزدنا ولا تنقصنا مما سبق أن ذكرناه. أمين يا رحمن يا حنان يا منان.